لو نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية لدينا. طيب لو تشرح لنا أيضا هذه الصورة لأحد أفراد عائلتك الشهداء بإذن الله. هذا أخوي أسعد الكبير أبو علي الله يرحمه، كان فاكت بيتنا، هو أخوي الكبير، وهي عهد بنته أصغر طفلة عنده، اللي ممكن يعني هذا الجمال كله قتله الاحتلال. تخيل هاي الصورة، أي لا يوجد وجه ولا يوجد إيدين ولا يوجد أسعد. حتى هذه اللحظة لأكثر من 5 شهور من قصف البيت وهو تحت ركام المنزل، لا إله، حتى هذه اللحظة لم يدفن جثمانه، هو وصحبة ابنه بهاء. أسعد أكثر من تحدثت معاه خلال الحرب، أنه كان معاه تليفون صغير، كان دائما يعني أنا أتصل علشان أصبره وأقوي من عزيمته، كان بالعكس هو اللي يصبرني ويقويني ويقول لي لا حياة بتمشي، تشغلش بالك، تزعلش، خلي اطلع انزل روح. يقول انا مش عايش علشان ازعل واعيش، مش عارف اعيش الحالة كلها. فحكى لي لا توكل على الله وعيش حياتك. اسعد على مدار حياته مليئة بالقصص، بداية من تركه للتعليم من صغره، يعني كان اعتقد في الابتدائية ترك تعليمه او في الاعدادية، واثر انه يعود لتعليمه في سن كبير وهو اب لأكثر من 5 أطفال. دخل جامعة مع ابنه في الثانوية العامة، أو دخل الثانوية العامة مع ابنه وقدم ثانوية في مرحلة واحدة. وكان المنازع على مين سينجح، أبو علي نجح وابنه شال مادة، وحكينا له خلص تمام هيك خلص ثانوية عامة، اللي بعده لا، اللي بعده أنا بدي أخلص، بدي أدرس جامعة. يا ابن الحلال أنت شو بتحكي؟ قال لا أنا مصر أن أخلص جامعة. دخل الجامعة كان يدرس بشراهة، على مدار الساعة بتلاقيه ماسك الكتاب وبيدرس. خلص دخل كلية ايه؟ دخل كلية إدارة أعمال، وأنهى 4 سنوات في كلية إدارة الأعمال في جامعة القدس المفتوحة. وأذكر حتى اللحظة إنه كان حلمه يكمل الماجستير، وحكالي إنه أنا إن شاء الله بس بدي أزوج ابني. أسعد كان عنده ابن متزوج وكمان ابنه الثاني خاطب، حكى لي بدي أتمم زواج ابني الثاني وإن شاء الله أدرس الماجستير. للأسف أسعد محيت عائلته من السجل المدني بالكامل. لا لا. أسعد زوجته تغريد، ابنه البكر علي، زوجة علي الحامل بشهرها 9، بهاء، ساجدة، أسيل، عهد وصفا، عائلة لم يتبقى منها أحد، محيط من السجل بالكامل. لا إله إلا الله. إحنا قدام جريمة إبادة جماعية بامتياز، يعني محكمة العدل الدولية أو أي محكمة دولية الأدلة واضحة تماما. إحنا دائما بنحكي إنه، وهذا اللي أنا مباشرة من في اللحظة الأولى لما تم قصف البيت أعلنتها، إنه إحنا بيتنا فيه المدنيين. إحنا في بيتنا أصلاً كان، اكتشفت بعد ذلك إنه في عدد من النازحين في بيتنا من عوائل إحنا لا نعلمها. فدخل البيت ناس إحنا ما كنا نعرفهم، والدي آثر إنه يدخلهم لأنهم ما إلهم مسكن، قصف بيتهم، هم مش أقارب يعني، وكانوا في البيت. فالبيت برمته يملك عدد كبير من المدنيين. يقصف البيت دون تحذير، 4 طوابق تنسف، العدد الكبير ممن استشهد وارتقى في هذا المنزل هم من النساء والأطفال. عدد كبير منهم كان مصاب. أنا عائلتي ظلت تنزف أكثر من 10 أيام، فمنهم من كان مصاب ومنهم من كان شهيد. واحد من أولاد إخواتي حسب رواية الجيران بعد ما بقية العائلة راح يدفنوا الشهداء وينتشلوا جثامينهم، حكى لنا إنه إحنا كنا نحكي مع علي ابن أسعد الكبير، كنا نحكي معاه على مدار 4 أيام، كانت رجله مقطوعة ومصاب ويستنجد فينا، فإحنا مش قادرين.
احنا لو تحركنا الجيش موجود، فراح مباشرة يقصفنا او يقتلنا. الجيش سمع صراخ علي فعرف انه في احياء في المنزل، طلع وقتل علي بدم بارد صفاه مرة اخرى، هو مصاب حسنا الله ونعم. واستشهد علي، استشهد للمرة الثانية، وجدناه كاتب لا اعلم متى كتبها، لكن كاتب وصية اخيرة لم يعلم او لم يكن يعلم انه عائلته كانت مستشهدة، انه بيوجه فيها رسالة لوالدته ولوالده ولاخوته، وانه انا شهيد، وانه انا كنت عايش معاكم اجمل حياة، لكن هي الاقدار. في الجنة ونعمها بإذن الله يا رب.